يا عم هي ما عندهاش مشكله بتاعت لبنى انت مالك ايه يا ريس معلم سيزو ازيك يا ريس الف مبروك على المحل الجديد الله يبارك فيك وانا متاخره يا معلم انا استناك بقى تجيلي المحل تبارك لي بنفسك ما تستعجلش ده انا جاي لك وجايب لك مصلحه لوز النبي اه والله ربنا يكرمك يا باشا واصلح حالك ربنا يخليك يا حبيبي الله يخليك يا معلم قول لعاصم ولبنى مبروك لسه جايبين الشبكه الف مبروك يا باشا يلا جدعانوا بقى عشان نعمل لكم فرح يهد شارع عبد العزيز مبروك يا عروسه عقبالك يا زيزو يلا يا ولاد مبروك يا باشا وبعدين في اللي احنا فيه ده اصلا اللي هو يا بكرو احنا زي الفل اهو بنشقى طول النهار وبنرجع اخر الليل نغمز اللقمه وبعدين نحبس عشان ننام عشان نصحى ونشقى تاني وزي ما انت شايف ادينا اتنطقنا والحياه بقت فله وجبنا توم اهو بس انا مش متكيف يا اسطى اغير لك الميه ولا لا يا بكرو البني ما بقاش يخش بيتنا ما قصرتش الكيف ده شبره طب قول وقصر لا يا اخويا هو هيقصر عشان يروح عشان ينام اسكت يا ام سعيد انا مش راجل قاعد صادق ولا ايه ده ضيفنا قول يا بكرو احنا بقينا صبيان عبد زيزو يا اسطى زيزو بتاع زمان اللي خد ده بالطرقع له وهو عيل صغير دلوقتي احنا عيال عنده ولا هدول اتكار البياعه ولا هنقلب تجار ولا عمرنا هنعمل مصلحه جنبه اتلم يا غراب البين اتلم يا اخويا ده انتوا من يوم ما اشتغلتوا مع زيزو وانتوا قشيتوا يا اخويا بقت معدن بعد عيشه السنجحه وانت مالك كده يا مراتي انت بتفتح الشبشب على مراتي وانا قاعد يا بكرو جابك على دماغك بيها شبرو كده انت بترفع مراتك عليها يا شبرو؟ نسيت العيش والبلح اللي بين ده والصحوبيه؟ كنا بنقول ايه؟ انا حابب المصلحه يا اسطى هو عايزين لنا بالقرشين اللي بيديهم لنا؟ عايزين لنا يعني هنفضل كلاب كده جنبه على طول واقفين على رجلينا طول النهار ولما هو يسافر يوم يبعت الواد اخوه التلميذ يتمرقص علينا ويفضل طول النهار يدق على 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 المكتب على على الطبله على الاله الحزقه شكلنا وحش قدام اصحابنا السوابي يا بكرو تلم يا شبرو اتلم يا اخويا وخلينا عايشين تلم حسساني ان انا مش راجل قصادي قومي من هنا بدل ما اعلم على وشك يا بنت قومي من هنا صلي على النبي قومي من هنا صلي على النبي يا اسطى ده بره الشرانيه اهدى بقى صلي على النبي اهدى اثبت اديني هديت اهو اسمع يا بكرو عايزك كده بقى تقول لي ايه هي الخطه اللي هنعملها مع اللي اسمه زيزو ده ايه الخطه دي بقى عطية انت عطية عاملين يا حاج جاي لحضرتك اهو عندك بضاعة راقدة في المخزن في يا معلم التلاجة الكبيرة والتلفزيون الجديد التلفزيون اخلص هنحرق يعني هنحرق نحرق ايه يا حاج كل البضاعة اللي راقدة عندك في المخزن تبيعها بسعر الجملة لا مش بسعر الجملة بسعر المصنع كمان يا حاج ما بالهداوة برضو الحاجة اللي مش جايلها طلب النهاردة بكرة يجي لها يوم اقول يعني. لك ايه عطية انا دماغي كهربتها عالية عايزه سلك ارضي عشان تفضى مش عايز دوش الدماغ نحرق يا حاج بس ولا مؤاخذه يعني نحرق لمين اهو كده انت بدات تفهم ماشي معايا على الخط اهو شوف يا سيدي احنا هنبيع بسعر الجمله لا بسعر الجمله ايه بالمصنع وهنبيع لزيزو زيزو يا حاج زيزو انت يعني يا حاج ايوه عارف يا سيدي ما بطيقوش ولو شفته في الشارع هخنقه وعمري ما هسلم عليه بس انا في دماغي حاجه ولو اني مش فاهمك يا حاج بس صاحبك قنديل هيسكت ما هو ده اللي انا عايزك فيه عايزك تلم البضاعه كلها اللي في المخزن وتاخدها في لواري وتطلع بيها على المؤسسه تطلع بيها على اي سوق موجود في السبتيه اي حاجه تحملها على عربيات تانيه وتدخلها شارع عبد العزيز بالعربيات دي على محل زيزو على طول دي بسيطه يا حاج بس عايز اقول لك برضو ان زيزو مسافر مش هنا يا واد طب ما انا عارف بس انا كمان عرفت بطريقتي انه جاي النهارده ايوه افضل بصيلي هتفضل تبصيلي ليه كمان دي فيها خايف على عيالك هاو يا معلم اللي طلبته كله يكون واصل بس الكميه قد ايه طيب كل اللي موجود عندك الباقي مالكش دعوه بيه ولو ان خساره في المصلحه دي يا حاج بس الشرشورك اقول ايه يعني روح يلا ماشي يا حاج سلام يخرب عقلك يا شرشيه ده انت لعيب قوي يا حقك هيجيلك لغاية عندي وإن كان على قنديل ها
هوصل. سككوا مش بعيد عليا. اخرب عقلك يا شيشان، انت طلعت ايه ميه من تحت تبن؟ صدق الليل يموت الزمار. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يا ست الكل هتاخدي السخان ولا نرجعه؟ يا اخويا حلمك عليا شويه، الكلام اخد وعطى. امال صاحب المحل فين؟ بصراحه هو اللي بعرف اتفاهم معاه واتكلم معاه. او عندك اخو صاحب المحل تفهمي معاه؟ شوف يا عم وليد. امور يا حاجه، صاحب المحل بيجيب حاجه بس من بره وجاي. سخان الغاز دون بصراحه كده عاجبني وعايز اشتريه، بس بصراحه كده عايزك تنزل لي منه كده.